في استوديوهاتنا فنان زين لنا الاستوديو بهذه الرسمات الجميلة. نرحب بمحمد خلف وهو رسام، نتحدث عن موهبته أكثر. صباح الخير. أهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. مثل ما حكى أحمد، يعني أنت زينت لنا الاستوديو صراحة بهالرسمات، وإحنا جدا مبهورين باللي عم بنشوفه. أشكركم. فأحكي لنا هيك محمد، كيف بلشت بموضوع الرسم؟ هل هي موهبة أو أنك اشتغلت عليها أكثر؟ أكيد أول إشي كانت موهبة وطورتها. تمام. أول إشي اكتشفت إنه عندي هاي الموهبة وظلت أشتغل عليها وظلت أطور فيها. يعني متى اكتشفت هذه الموهبة؟ اكتشفتها صراحة في التوجيهي. وهذا الإشي أخرني هاي الموهبة. أخرك دراسيا؟ أخرني دراسيا، ولكن كان لمصلحتي. يعني الحمد لله قعدت 3 سنين في التوجيهي. تمام. ولكن كان هذا الإشي لمصلحتي. هذول 3 سنين كانوا عبارة عن نقلة نوعية في الرسم أو تطوري في الرسم. اللي هي كانت الأساس اللي دخلني الجامعة. جميل. الحمد لله. أنت بتأكد ما كنا نتحاور فيه مع ضيفنا السابق أستاذ مهند، أنه مش كل حدا بيختار تخصص حسب فقط إيش متعارف عليه مجتمعيا، لازم أطلع مهندس ودكتور. أنت مشيت وراء هذه الموهبة وعم نشوف إبداع ما شاء الله في الاستوديو، فأحييك. حكيت أنك بتطور هذه الموهبة، كيف بطور هذه الموهبة؟ أول إشي لازم يكون الفنان عنده مخزون بصري. هاي أول نقطة لكل رسام أو لكل حدا عنده موهبة، خليه دائما يتابع أصحاب الخبرة. نعم. من موهبته، سواء رسم سواء غناء، سواء لما يكون عنده مخزون فني أو عنده يكون نظرة ثانية. أكيد هم بلش يطلع أكثر. يطلع أكثر ويكون عنده مخزون بصري. مثلا أنا بالنسبة لي الرسم، تمام، هو نوع من نوع الفنون البصرية. تمام. فهذا الإشي أنا لازم يكون عندي مخزون بصري. نعم. تمام. هذا الإشي اللي كثير طورني. جميل. نعم. هلا بعض الأشخاص مثل حضرتك عندهم الموهبة بالفطرة، وبعض الأشخاص بيكتسبوا. مزبوط. هالفن هذا. برأيك شو الفرق ما بين الشخص يكون موهوب بالفطرة أو إنه الرسم صح. عنده عمل مكتسب؟ الرسم، خاصة الرسم خلينا نحكي، هو مكتسب. تمام. وهو فطرة. بس في فرق بينهم. المكتسب بيكون تطوره بأخذ مدة زمنية أكثر. الموهوب بالفطرة بيكون يعني بيكون له نظرة ثانية، بيكون تطوره سريع كثير. نعم. بتكون نظرته للأشياء غير. طب فهذا الإشي بيطور من الشخص في وقت أسرع. يعني جميل. من خلال تجاربك، إذا مر عليك حالة مثلا، هل اللي ما عنده هذه الموهبة ولكن بده يتعلمها يصل لمرحلة الموهوب؟ يصل لمرحلة موهوب، ولكن بسنوات أطول. طويلة. أوكي. نعم. جميل. طيب شو الخامات اللي بتستخدمها لما ترسم؟ الخامات، في عندي برسم في الباستيل الأبيض على الكرتون الأسود. برسم في الرصاص زي ما أنتم شايفين، كمان الحبر. وبرسم في الألوان المائية، في الألوان الخشبية، برسم في البان باستيل. يعني هاي برسم في الأكريليك. مكلفة عادة؟ أكيد. أكيد جدا كمان. نعم. طلع هاي الرسمة أخذت منك وقت طويل. هاي أخذت معي، أنا لما نزلتها كتبت 100 ساعة، ولكن هي بالواقع أخذت معي أكثر. بس أنا حكيت هيك عشان ما الناس تفكرني ببالغ. يعني أنا حكيت 100 ساعة مع عدم مبالغة. ورسمتها بالحبر، مش بقلم حبر فقط. بقلم حبر. طبعا هي ما شاء الله، يعني قد ما إنها متقنة مبينة كأنها مطبوعة طباعة مش مرسومة رسم. ليش أخذت معك 100 ساعة؟ حكي لنا هيك أكثر. أخذت معي 100 ساعة لأنه الرسم بالحبر، أي غلطة بدي أعيد من أول وجديد. أي غلطة الحبر ما بنمحي. صح. زي ما تعلمنا وإحنا لما كبرنا صرنا نكتب في الحبر عشان الواحد إنه ما بقدر يمحي أخطائه. وهون نفس الإشي، يعني حاولت قد ما أقدر إنه ولا غلطة. في كل هاي الوقت أكثر من 100 ساعة ولا غلطة الحمد لله. عشان هيك أخذت وقت كثير، والرسم بالحبر ما بندمج، فقط قلم واحد. ما بستخدم معه أي أدوات ثانية. جميل. طب بالمستقبل القريب شو ناوي تعمل؟ صراحة قاعد بجهز لمعرض إن شاء الله راح يصير بداية شهر 7 إن شاء الله. وحديثا صرت كمان عضو في رابط الفنانين التشكيليين الأردنيين. ما شاء الله. جميل. الحمد لله. ما شاء الله عنك. طب في شغلة كنا نحكيها تحت الهواء بحب هيك نفهمها أكثر معك. عندك لوحات أنت بترسمها. نعم. في منها بتعترض أو مستحيل تبيعها. في شيء أكيد. بتبيعه ليش؟ أكيد. اشتركت في معرض في كلية الفنون. نعم. أنا خريج كلية الفنون من الجامعة الأردنية. صار معرض في الكلية وعرضت 3 لوحات إلي. تمام.
عرضوا علي انه ابيعهم بس انا ما رضيت، يعني حطيت انا عليهم علامه انه انا ما ببيع هذا العمل. طب شو السبب؟ شيء انا بشتغله يعني بتعب عليه كثير، واللوحه بعيش معها كثير وقت. فهذا الشيء كثير بيعز علي يعني. ما بقدر انه هيك خلص بتحس انه جزء يعني. منك بالضبط. ما بدك تتنازل. ايوه بالضبط زي ما حكيت جزء مني عن جد. نعم. ما بقدر اتنازل عنها باي مقابل يعني. مش سهل ابدا. ذكرت انك بتعيش مع اللوحه. ايوه بالضبط. فكيف أكيد. اجمالا يعني لما تقرر مثلا بدك ترسم لوحه، كيف النفس يعني، هل النفسيه بتلعب دور او أكيد. مثلا بتكون زهقان فبتقرر ترسم؟ يعني شو ليش اللي بخليك تطلع كل هالابداع؟ اكيد الواحد فراغ اول شيء، الواحد الموهبه كمان تطلع من فراغ. تمام، انه بكون الواحد متفرغ، بكون يجرب شغلات فبيكتشف هذا الشيء. تمام. انت من اي مدرسه اخونا محمد؟ انا من المدرسه الواقعيه. اوكي، هذا الملاحظه. نعم. ترسم تشغيلات واقعيه ولا اشخاص اكثر؟ ايوه. باقي الاشياء ما بترسمها ولا؟ لا برسم لا عادي. لا لا برسم، بس انا اللي بحبه واللي انا برغبه واللي اكثر شيء بيستهويني اللي هي المدرسه الواقعيه، وخاصه رسم الاشخاص يعني كثير بمتع فيه. لانه كمان شوف، رسم الاشخاص مش سهل ابدا طبعاً. مش اي فنان بتقنه. تمام، لهذا السبب انا توجهت له وحبيت اتقنه كثير، لانه مش اي فنان بيقدر يتقن هذا الشيء. جميل. رجوعا بس كمان على هذه اللوحه اللي استغرقت هذا الوقت، حكيت انه الحبر صعب دمجه، صعب تمحيه. طب ليش استخدمت الحبر؟ ليش استخدمت الحبر؟ لانه زي ما حكيت لك هو تحدي. هاي اول شغله. ثاني شغله، ما في حدا بيشتغل في الحبر يعني. نادر جدا لتلاقي حدا يشتغل في الحبر يعني، مجرد انه يستخدم خامة الحبر نادر ما تلاقي حدا، فما بالك تلاقي حدا يتقنها. فلهذا الاشي حبيت اتميز فيها يعني، وحبيت اشتغل فيها واتطور كثير فيها كمان. رائع. يعني محمد، اغلب الطلبات اللي من الاشخاص بتجيك لرسم اللوحات بتكون متمحورة حول شو بالضبط؟ الاغلب البورتري. البورتري. انا ببعت لك صورته بقول لك رسم لي اياها. ايوه بالضبط. نعم. اوكي جميل. بتعطي دورات؟ نعم، بعطي دورات رسم بهذا المجال. نعم. بلشت يعني ولا اوريدي انت مبلش؟ لا اعطيت دورات رسم، اعطيت اكثر من دوره رسم، حتى كمان كنت اعمل ورشات تدريبيه في الجامعه. وطلعت نتائج كمان كثير الحمد لله، انا سعيد فيها يعني. ان شاء الله عنك. نرجع كمان في نقطه، تخصصك الجامعي. لانه كمان كنا نحكي اليوم عن هذه التخصصات. التخصص الجامعي الفنون البصريه. الفنون البصريه هو عدة مجالات. في عندك الخزف، في عندك الفنون التشكيلية اللي هو الرسم. نعم. في عندك المالتي ميديا، في عندك التصميم الداخلي. أنا رحت تصميم داخلي. عفوا. التخصص الجامعي كان له دور كبير بدعم هاي الموهبة، لأنه كان في عندي سنة كاملة في الجامعة اللي هي السنة الأولى كانت تحضيرية، كانت في البداية عبارة عن مواد رسم فقط. يعني قدرت تدمج ما بين التخصص؟ أكيد هذا الإشي يعني. الجامعة أنا كان عندي الموهبة قبل الجامعة، ومع الجامعة طورتها يعني الحمد لله. رائع جميل. كمان شغلة اليوم تشجيعا للشباب ومن لديه موهبة، هذا الإشي عم بتحول عندك لمصدر رزق؟ نعم. أكيد نعم، أكيد تحول لمصدر رزق. وما كنت أتوقع أنا هذا الإشي أول ما بلشت وأول ما دخلت، وما كان هدفي هذا الإشي، ولكن يعني طريقة أو بأخرى تحول لهذا لمصدر رزق يعني. رائع، الحمد لله. منالك توفيق. ذكرت لنا محمد أنه أنت بتتبع المدرسة الواقعية لرسم. نعم. الوجوه ورسم الطبيعة. نعم. يعني أي شيء خلينا نحكي واقعي بتحب ترسمه. هل بتفكر مثلا بالمستقبل تطلع من هاي المدرسة؟ أكيد لازم الواحد الفنان لازم يجرب عدة أنواع من الفنون وعدة أنواع من المدارس كمان الفنية والتشكيلية. رائع. أكيد إن شاء الله لازم عليك. الواحد في صورة أيضا للأسد. هاي انصدمنا أنها ببداياتك. نعم، هاي الصورة كانت في بداية 2014. كنت إلي لسه مبتدئ، أنا كنت أعتبر حالي كان إلي سنة ونص كنت برسم. نعم. وما توقعت أنا أطلع هاي النتيجة يعني صراحة، بس جميل. الحمد لله طلع معي النتيجة، والكل كمان شجعني ودعمني صراحة. واضح انك شغال على نفسك، تطور من نفسك. الرسمات فعلا رائع. اقرب الى الواقع ورائع. اشكرك جد. تسلم والله. شاكرين تواجدك معنا. الله يسلمك. وان شاء الله يا رب بنتمنى لك معرض ناجح. امين يا رب. وتوصل لكل شيء انت بدك اياه. ان شاء الله يا رب. اشكرك. بالتوفيق، شرفتنا. الله يسعدك. تقرير مشاهدينا عن جمعية سيدات جرش لزميلتنا لبنى الحايك، نحضره سوا ونرجع على استكمال فقراتنا.